اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اليوم تابعكم على قناه دواي. طبعا اليوم رجعت لكم بفيديو جديد ومعانا لعبه جديده يا شباب، معانا رينبو سكسيج اول حلقه بالقناه يا شباب. نلعب رينبو سكسيج لاول مره، فخلينا نشوفكم الاوبريتورز اللي عندي على ما يدخلنا الجيم يا شباب. فهذول اللي عندي يا شباب، دخلنا بالجيم ممتاز. طبعا كنت يعني مشغل انه يبحث لي على جيم حتى راسي دخلنا على السريع، يعني ما يطول ياخر هاي اتاك شي ممتاز يا شباب. فا انا العب بلايدز اتاك عادة، بلايدز شلون يا شباب كيفكم؟ كل واحد يقول بطريقته بلايدز. المهم فاللي ما يعرف لعبي ما يعرف رينبو سكس سيج، فهي لعبي استراتيجي مهمتك انه تروح تهاجم العدو، وخلينا نصل صوت اللعبي شوية. انه تروح يعني اذا انت اتاكرز مثل وضعيتنا حاليا، انت تروح تهاجم العدو اكو هوستج، لازم يا ما تطلعوا توديني على مكان، يا ما تقتل كل الاعداء، ومن بعدها تنقلب الشخصية، انت تدافع والناس يهاجموك. ف هكذا اللعبة يعني، وكل شخصية لها ميزة. مثلا هسه لاعبي الدرع معناته يطلع ضوء يعمل قدامي، وكل لاعب شكل يا شباب شو يسوي، طشرهم وطشرهم. طبعا يا شباب صار لي اقل من شهر يعني دا العب اللعبي، فراح تشاني ما كثير في شيء ما يكفيها. اوكي حاليا نحن يا شباب كنا نستخدم الدرون نحدد موقع الهوستج تنعرف وين صار يهاجم، يعني اعتقد راح يكون فوق، يعني عادة يكون باي الخريطة يكون فوق خلونا. اوكي يا ماكو شيء، اوكي هنا يعني. واحد جون مالتي تعطل تعطلت، هذا مخليني بخش مكان على الاستجاس يا شباب. يا شباب شو هو تشو طبعا اتروني النت شوي مالتي يصعد وينزل فين ما اعرف ايش بصراحة في اوراق، يعني خاصة بعد الوقت يضعف الانترنت بس يرجع يقوى شوي. طبعا يس اللي طلعتوا على السقف، انا نزلنا من السقف، خلينا نرجع على الشباك ونفك ننزل. هيك هذا شباب طول فين يلا معود بكم يا شباب، لحظة نسيت انه انا عندي هاي. اوكي شباب شطلنا اول ويف، خطي هذا الهرس فوق الوضعي. اوكي ثاني ويف يا شباب هيد شوت. اوكي هذا طبعا يكون عنده لاعب اسمه سموك يضرب قنابل الدخاني في تسمينا التي طبعا العدو قتل الهوستج يا شباب، قلت العدو ضرب يا شباب هو ضربه يعني متعمد هذا. شايف شباب نزل نقاطه على ناقص 560، خلينا ناخذ سموك نلعب بيهم. طبعا سموك العب بالشوتجن، ف خلينا يا شباب ناقص 560 نقطة الله يساعد على ما يرجع النقاط يعوضه. فالمهم هسا تنعكس الادوار اللي ما يعرف، احنا لازم ندافع وما يهاجمون. اوكي ناخذ لنا ارمر شوي ذراع، وما طريق يفوت يعني خليني خايف يفوت حتى لايكي. تبغى تشوف نعمل هذا؟ اوكي شباب اوكي
هذا الدرون مال عدو يا شباب حاليا كسرتهم. ايش كسوى ذا؟ نخلي هذا الطريق مفتوح. نسد يا شباب هذا الباب لو خليني معوده. ما توقعت واقف بس خلي عيني على الدغيج شوي. عندي يبان هون كذاك شباك لحد يضربني منه بس. طبعا شو كان ما يصير هون. لازم استخدم السلاح العادي. اعطيت هاي المكان دخل. خلاص والله عليك. من جاي بطريقك؟ اوه يا شباب انشطنا من البداية. نسيت انتبه على ذاك الشباك. الكبر غلط. كان مباشرة يطلع علي. نشوف يصور الاداء. يا شباب شباب خلينا نلفل من هاي السالفة. اليوم نخلي العنوان كيفية التوفيل في رينبو سكسيج. اوه اخذوني يا شباب ما اخرج. خيتين نلحق لا نخسر. هذا ما توقعت وترك الا بيستسلم. يا شباب نحن اتاك هاي المرة ما نشوف شو نسوي بيهم. طبعا شباب اذا عندكم اي اوبريتر يعني تقولوني مثلا العب بين وشخص محدد او سلاح مثلا تقولوا لي العب بشوت جن العب هذا السلاح العب بالهاي لمدة راوند كامل جولة كامل. فمجرد اكتبوها بطريقة واحد اكون سعيد انه اعمل شيء تقولوني يعني مثلا العب هذا الاوبريتر او اعمل مثلا حلقة شرح عن هذا الاوبريتر اي شيء يعني. مع السريع وين شباب ذاك الجو جبنا قتلتين وهاي لازم نجيب قتلتين همينا. بس هاي مرة بلد اساس بلد موتات. اوكي وقعت قتل الاخ و لا بيطردوك ذاك يعني قسمي عن صوته بيطرد يمكن نوع تيم كيل صرنا كنا نلعب ضد اربعه بس بديت اخليهم واحد بس ما راح احسبهم معي ما لحقني للاسف. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. You are clear to engage. Find the hostage and طيب هذا بعد ما خلي الله رأس المال بعد ما بلش الجيم شوي شوي شباب. شلون قنبلة دخاني ما خلصت. خطين شطر بهيد شوت. اكو احد الاخ مرحبا عاجين فودي يا شباب. اكو احد من هون
صدق والله طابق الفوق، خلينا نروح مع أصدقائنا، وش أخبارهم؟ عايشين ميتين؟ نعم شرطة يا شباب. شكرا معكم غلطان، يكون مكان الفوق يعني. نسيته. لا طلع ما اتوقع شباب، غلط تهمي من جوا عندك الفريق يعني. لقي تمام، شوف اكو احد نوع عاد اشعر حد شي نحد خلاص شلع سلمنا ونحسن فيه يا شباب. بس لا يخلص الوقت. هذه يا شباب الدرايش كنت تزلف. ها شايف حد؟ Hello. اوكي شباب ما لحقنا، ما كان عندي ذخيره دش طلب عشان حاض شباب ما يعني هسه وقت الذخيره تخلص كنت بدي اقتلهم مين كان جبنا دبل كيلو بس قلنا ما مشكله هذا صديقي شباب هاي راوندين نفوز وصلنا نربح نختار سموك على السريع وندخل يلا يا شباب ندخل بالموضوع طشرهم الطشر ما يصير هاي المرة صرنا بالديفندر قبل شوي لازم نفوز هاي المرة فإذا أنت من المعجبين اللي يحبون رينبو تكتيك لا تنسى اشتراك لايك وتعليق وزر الجرس فا شوف شو تسوي وياهم وين الهوستج السلام عليكم شو يا شباب انا التف من هاي الجهه وين داعي ذيك الجهه انا اجي من هاي الجهه وين داعي ذيك الجهه لحظه ولا كان موجود المهم خذينا درا شباب هاي نجي نسد هذا الباب اوه هذا سؤال سمو حد غشاني معوجة ما مشكلة انا خمس نقاط بس ما مشكلة هو ما حد حس علي انا شيت تو شلون لوحة حلوة راحت من الاسم شوي خلينا نشوف شو يصير ما يصير بالتلفزيون زين بس واحد يدخل اي مكان يعني داخل مليح بعدي بس واحد او مش نيوتيو بس شباب ضرب اي واحد يبي شوت جان طيح له حط حط شلون لحظة خليني اشوف تعليقة ثانية بيني وشوف انا ضربت ضرب اي يعني ضربني قبل ما اضربه يلا نشوف هذا اللاعب الوحيد اللي واقف راح بيها يا صار شوي ما لا تقتل الهوستج ولا شيء هو دي موت حلو شو ما حفز جابه شيء حلو ضربني صدق لعبة عادل واحد ضد واحد شوف ايش يسوون تطلع يفوت من الشباك هذا من هنا
اسمها من الشباك، شباك اللغة اللعبة تسمع صوته. إذا ما كان غلطان تجيب من الفرق ظهور. صدق جيك من الفرق ظهور، ممكن تعرف انت. لا هي أنا صح غلطتي، اعذرني. الهوست اليوم أول لا يقتلون يوم الهوستج، ما بيهم مجال. أوه ده سيرة لحق ده. حلو. Good game. شوف يا شباب كم قتلة يجيبنا. طلع ذاك ابو الدرع راسا. هاي انا على واحد علينا يا شباب، تريدون بعد؟ خلص يا شباب اليوم هذا الفيديو عندي 30 مشترك 30 لايك، ما يصير اقل. جبنا بس 4 قتليات يا ما خوش. يلا على المرة الجاية يا شباب، خلينا نعمل شيء ذي يجينا حقيبة يا شباب. ما تركين تصور. يلا يلا يلا. لا قريبة قريبة كانت عليك. فأتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وكان معاكم حمقانتكم على الدوائر، ومع السلامة.